معايا الأول الأستاذ زكي الدين صادق، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني اللي هيواجه نادي الأهلي إن شاء الله يوم السبت في ختام دوري الأبطال. أستاذ زكي برحب بيك. مرحب بك أستاذ إسلام صادق، ومرحب بجميع متابعيك. أستاذ زكي، يعني بالنسبة للاستعدادات الخاصة بنادي المريخ السوداني لمواجهة الأهلي، طبعا أنا عارف إن المريخ خلاص يعني بقى خارج إن هو ينافس على التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال، فهل في رغبة في تقديم عرض قوي ولا في مشاكل داخل الفريق بسبب طبعا تراجع النتائج؟ نعم أستاذ سام، بكل تأكيد يعني مباراة المريخ والأهلي هي مباراة مهمة بالنسبة لنادي المريخ. المريخ سيسعى في هذه المباراة لتقديم وجه مشرف للكرة السودانية، أولا سيسعى لمصالحة جماهيره أمام النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق، لذلك يعني المريخ سيخوض هذه المباراة بشكل جاد وبشكل قوي أمام النادي الأهلي. اليوم استقبلت يعني طب نادي المريخ بعثة النادي الأهلي بوفد رفيع مكون من نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية الأستاذ علي بشر. يعني تم استقبال النادي الأهلي في الصالة الرئاسية، أيضا بحضور سعادة سفير جمهورية مصر في السودان الأستاذ حسام عيسى ونائبه. تمت يعني أيضا إجراءات دخول بعثة النادي الأهلي بثلاثة. بكل تأكيد يعني المريخ يعني ينظر لما قدمه الأهلي عندما زار المريخ القاهرة لملاقاة النادي الأهلي. كان الأهلي قد أكرم وفادة المريخ في هذه الزيارة. المريخ الآن يعني أنا أعتقد أنه يعني رد جميل للنادي الأهلي. بكل تأكيد المباراة التي تجمع الفريقين هي مباراة تجمع شجاع وادمير، مباراة مهمة للفريقين، ويعني نحن نعلم قيمة النادي الأهلي وجماهيريته، كذلك المريخ نادي يعني عريق ونادي بطل سابق في الغارة الأخيرة، لديه من الجماهيرية أيضا يعني الكثير، وتتوق جماهيره لتقديم أداء جيد والفوز في هذه المباراة. طيب استاذ زكي، يعني مين من لعيبه النادي الاهلي اللي انتوا يعني او في نادي المريخ عاملين له حساب قوي او خايفين منه كده زي ما احنا بنقول في الكوره يعني؟ والله طبعا بكل تاكيد يعني انا اعتقد انه النادي الاهلي ككل يعني هو يعني نادي قيمه كبيره، يعني اعتقد انه لا يعني لعيبه معينه، هل في لعيبه معينه انتوا عاملين لها حساب، الجهاز الفني عامل لها حساب، الجماهير او الاعلام عامل له حساب في النادي الاهلي قبل المباراه؟ والله بكل تاكيد يعني هناك لاعبين متالقين يعني زي مين؟ في النادي الاهلي اللاعبين مثل يعني لاعب مجدي أفشة تقريبا هو من اللاعبين، انا اعتقد انه من اللاعبين المميزين، يعني ربنا يحفظه للكره المصريه، هو لاعب مميز ولاعب يعني انا اعتقد انه قد يذكر جماهير الكره المصريه بابو تريكه، ولاعب مميز ولاعب صاحب حلول. لكن انا لا يعني لا اقول انه يعني هنالك لاعب محدد يمكن ان يكون يعني مصدر غلق بالنسبه للمريخ. المريخ سيقود هذه المباراه يعني بشكل قوي وجاد، وسيحاول تقديم افضل اداء امام النادي الاهلي في هذه المباراه. قول لي حضرتك صحفي اصلا ولا بتشتغل في نادي المريخ كمتحدث رسمي؟ انا يعني صحفي ومنسق اعلامي لنادي المريخ. بس بالاساس صحفي؟ نعم. طيب حلو قوي، عشان هسالك بقى في قصه تانية. موضوع حماده صدقي ايه بقى؟ يعني اكيد تابعته. نعم. حماده صدقي المدرب المصري، نعم، موضوعه نعم. ايه اللي حصل في السودان خلال الفتره اللي فاتت؟ والله شوف يا زميل اسلام صادق، انا الان يعني رسميا ممثل نادي المريخ، انا المنسق الاعلامي لنادي المريخ، لا استطيع ان اتحدث. لا انا بكلمك برو، انا عشان كده سالتك صحفي، فبالتالي عندك معلومات،
فبالتالي انت عارف دايما الصحفيين بعيدا عن ال... لكن انت الان يا زميلي الشاق تستضيفني ممثل لنادي المريخ، انا رسميا ممثل الجانب الاعلامي في المريخ، يعني لا استطيع ان اتحدث في شان يخص نادي الهلال بكل تاكيد يعني. ايوه بس هو مش في حاجه ليها صراع مع نادي الهلال، لكن انا بكلمك يعني بصفتك الصحفيه وليس بصفتك كمتحدث رسمي لنادي المريخ. والله يا زميلي سام انا اعتقد يعني انا ممكن اتحدث في شان غيابي عام، لكن انت تعلم حجم الليبيا بين المريخ والهلال. طبعا لذلك يعني اعذرني لا استطيع ان اتحدث في هذا الامر. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ نعم. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ والله ده سؤال غريب جدا، انا مريخاوي. انت ايه؟ مريخاوي طبعا. مريخاوي لكن ما بتشجعوش. انا عارف ان في ناس بتشجع الاهلي وبتشجع الزمالك في السودان يعني. والله شوف يا زميلي هشام، انا اعتقد انه يعني غضبين نصف الاهلي والزمالك يعني لديهم الكثير من المعجبين هنا في السودان، هنالك يعني جماهير انا اعتقد انه يعني في السودان تشجع نوعا ما الاهلي تشجع الزمالك، هذا امر طبيعي يعني بقيمه الناديين. ايضا يعني نادي المريخ ايضا عنده ما عنده من الجماهيريه حتى خارج السودان لديه مشجعين، لكن في السودان هناك يعني شعبيه للاهلي وللزمالك يعني. نعم. انا بشكرك استاذ زكي طبعا الدين صادق المتحدث الرسمي لنادي المريخ السوداني.